النشرة الثامنة صباحا وفي عناوينها: ثلاثة شهداء من حرس الحدود العراقية بهجوم تركي، الرئاسة العراقية تدين والخارجية تعلن إلغاء زيارة مرتقبة لأكار إلى بغداد. الأمن الإيراني يعلن إحباط عملية تجسس لمصلحة الموساد والسي آي إي ودول أوروبية تستهدف مشاريع نووية واقتصادية وبنى تحتية. نقاش سياسي في لبنان بشأن شكل الحكومة المقبلة، جهاز أمن الدولة يؤكد إبلاغ السلطات المختصة بخطورة المواد في مرفأ بيروت قبل انفجارها. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في قطاع غزة فجرا. أهلا بكم. دانت الرئاسة العراقية الاستهداف التركي لمنطقة سيتكان شمال العراق، ووصفته بالاعتداء السافر والانتهاك الخطر للسيادة، داعية إلى حل المشاكل الحدودية عبر الحوار. كان الاستهداف التركي لآلية في المنطقة الواقعة في إقليم كردستان العراق قد أدى إلى استشهاد آمر اللواء الثاني في حرس حدود المنطقة الأولى، وآمر الفوج الثالث، وسائق الآلية. هذا وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي خلوص أكار إلى بغداد، والتي كانت مقررة يوم الخميس على خلفية الاستهداف التركي لآلية في سيتكان بأربيل أدى إلى مقتل ضابطين من حرس الحدود وسائقهما كما ذكرنا. الخارجية العراقية أكدت أنها ستقوم باستدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. أعربت عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة للاعتداء التركي، واعتبرته عملا عدائيا يخالف المواثيق والقوانين الدولية. شدد على رفض بغداد استخدام أراضيها مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار. ومن جهتها استنكرت حركة عصائب أهل الحق القصف التركي، وطالبت برد قوي وحاسم في حال فشلت الطرق السلمية. الحركة دانت الاعتداء واصفة إياه بالسلوك العدواني الذي يدل على نيات مبيتة ويمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية. وطالبت في بيان لها الحكومة العراقية باتخاذ موقف جريء وواضح واستخدام أوراق الضغط التي تمتلكها ضد الحكومة التركية وعرض ملف الانتهاكات التركية على المجتمع الدولي لمساءلة أنقرة. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية إحباط عملية تجسس لضباط استخبارات تابعين للموساد والسي آي إي ودول أوروبية. وقال مساعد وزير الأمن الإيراني لمكافحة التجسس إن المخطط كان يشمل التجسس على المشاريع النووية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والبنى التحتية في إيران بهدف منعها من التطور وتشديد العقوبات الأمريكية. حصلت الميادين على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لتمديد حظر بيع الأسلحة لإيران وشرائها منها رغم رفضه من غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن. مشروع القرار الأمريكي هذا يلزم الدول بوقف بيع السلاح لإيران وشرائه منها ونقله إليها، ويبطل مفاعيل قرار مجلس الأمن القاضي برفع العقوبات عن إيران ضمن الاتفاق النووي، ويطلب تفتيش السفن الخارجة من إيران والمتجهة إليها واحتجاز حمولتها بعد أخذ الإذن من الدولة التي يرتفع أعلامها على السفن. كما يدعو إلى تجميد أرصدة إيرانية ويحدد قائمة بشركات ومسؤولين يتهمهم بانتهاك القرارات الأممية. تجددت الصدامات بين القوى الأمنية اللبنانية ومتظاهرين عند المداخل المؤدية إلى مبنى البرلمان. المحتجون رشقوا بالحجارة العناصر الأمنيين الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما أضرموا النيران عند إحدى البوابات الحديدية التي نصبت من أجل منع المتظاهرين من الوصول إلى مجلس النواب.
الرئيس اللبناني ميشيل عون جدد وعده بكشف حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت بعد أسبوع على الكارثة. في تغريدة على تويتر قال عون إنه لن يستكين قبل تبيان كل الحقائق، مؤكدا أن إحالة القضية على المجلس العدلي ما هي إلا الخطوة الأولى. كانت المديرية العامة لأمن الدولة قد أعلنت أنها أبلغت السلطات المختصة سابقا بخطورة المواد الموجودة في العنبر الرقم 12، وقالت إن القانون سيعاقب كل من ضلل التحقيق. تطورات قضائية تأتي عقب استقالة الحكومة اللبنانية وانطلاق الاتصالات لبدء مسار تأليف الحكومة الجديدة. أحمد عبد الله. تفاصيل جديدة كشفتها المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان حول انفجار مرفأ بيروت، فوسط تقاذف المسؤوليات حول شحنة نترات الأمونيوم، كشف جهاز أمن الدولة أنه أبلغ السلطات المختصة بخطورة المواد الموجودة في العنبر 12 بعد ملاحظته في نيسان أبريل من العام 2019 ثغرات أمنية في العنبر المذكور. الجهاز قال في بيان إنه قام بما يلزم لتلافي أي حادث بسبب المواد الخطيرة الموجودة في المرفأ، مشددا على أن القانون سيعاقب كل من ضلل التحقيق أو تقاعس عن القيام بواجباته. على خط التحقيقات أيضا، وقع الرئيس اللبناني ميشيل عون مرسوم إحالة قضية انفجار المرفأ على المجلس العدلي بعد رفع لجنة التحقيق تقريرها إلى الحكومة قبيل استقالتها. تطورات قضائية تأتي وسط ترقب الأوساط السياسية الطريق الذي سيسلكه موضوع تأليف الحكومة المقبلة والشخصية التي ستتولى ذلك، طريق توحي المؤشرات السياسية بأنه ليس سهلا، ولا سيما مع تريث الرئيس عون في تحديد موعد واضح لبدء الاستشارات النيابية الملزمة. في الانتظار بدأت الكتل النيابية بتحديد ملامح الحكومة المقبلة، وتشدد الكتلة على وجوب الإسراع بتشكيل حكومة جامعة تكون قادرة على إنقاذ الوطن. إضافة إلى كتلة التنمية والتحرير، أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الأولوية هي للإسراع في تأليف حكومة منتجة وفاعلة وإعادة بناء الثقة بالدولة، فيما دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط إلى تأليف حكومة حيادية تشرف على انتخابات مبكرة. مواقف معلنة بالتوازي مع حركة اتصالات واسعة داخليا وخارجيا تبدأها واشنطن بإرسال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل إلى بيروت. يسود الغموض مسار تكليف الحكومة المقبلة وتأليفها، سواء لناحية تركيبتها أو لناحية من سيترأسها، مسار يوازيه استمرار التحقيقات في كارثة المرفأ ودخول أمريكي مباشر على الخط بقيادة ديفيد هيل. أحمد عبد الله، بيروت، الميادين. كارثة بيروت تخطت حدود العاصمة الجغرافية وبلغت تبعاتها المناطق المجاورة وبينها الضاحية الجنوبية. شهداء وجرحى ومفقودون، لا تزال عائلاتهم تنتظر معرفة مصيرهم. زهراء ديراني. لم تستفق بعد والدة الشهيد إبراهيم أمين ابن العشرين عاما من صدمتها، تلازم فراش ابنها، فهي لا تصدق بأنه لن يعود منذ وقوع الانفجار، وهي تنتظره كالمعتاد لينهي دوامه في مرفأ بيروت. ولكن إيه والله كنت عم بشوف عريس، لأنه شو بيطول وهالقامة، شو بهالجمال هيدا بعد ما طبق 21، والله هيك خسروني ابني بكير ما فرحت فيه. ومن برج البراجنة في الضاحية الجنوبية إلى منزل الشهيد هولو عباس في حي السلم، فكارثة المرفأ فتحت للعزاء بيوتا كثيرة. تقلب غدير صور زوجها مع طفليها اللذين يسألان عن والدهما، وما من إجابة لديها إلا أن ولادك اشتقوا لك، احنا كتمنا كلنا من بعدك. كل الوقت البنت بتسألني أكثر لأنه هي أوعى وهيك، بتقولي دقي للبابا، بقول للبابا مسافر، بتقولي أيتم بده يرجع، كل شوي أسئلتها عم بتزيد عنه، أنا ما بعرف شو بدي أحكيها أو شو بدي جاوبها.
غدير عرفت مصير زوجها، لكن أم الشهيد محمد طليس تنتظر منذ وقوع الكارثة معرفة مصير ابنها المجهول حتى إشعار آخر، فلا جثمان تدفنه ولا شيء من أثره. صارت مبديان ما مبين عنه شأنه، لمين بدي يقول؟ لمين بدي أسأل؟ أنا بطالب بس يبرمولي على ابني، بدي ابني يطلع، بدي ابني يشوفه. يا تقبر قلبي يا أمه، يا تقبر قلبي يا أمه، يا حبيب قلبي يا أمه. كارثة بيروت تخطت حدودها وعصفها هز الضاحية الجنوبية. الفاجعة أصابت المئات من أبناء الضاحية، ما بين شهيد ومفقود وجريح. فاللبنانيون على اختلاف مشاربهم جمعهم المصاب ووحد دماءهم، ويبقى الأمل حياً يرزق في أن تعود بيروت إلى سابق عزها لتجمع أبنائها في الأفراح لا في الأتراح. زهراء الديراني، الضاحية الجنوبية لبيروت، الميادين. كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أولويات الرئيس الأمريكي منعته من ضم مستوطنات الضفة الغربية. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، قال نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشغول الآن بأمور أخرى، وخطة الضم ليست على رأس أولوياته. مضيفا، كان من الواضح منذ البداية أن تطبيق ما سماه السيادة لا يتم إلا بموافقة الولايات المتحدة، ولولا ذلك لكنت فعلت ذلك منذ فترة بعيدة بحسب قوله. كشف مراسل الميادين في فلسطين المحتلة عن محاولة إسرائيلية جديدة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئجار أغوار الأردن لمدة 10 سنوات، بعدما فشل في تنفيذ تهديداته بضمها إلى السلطة الإسرائيلية. أفاد مراسل الميادين بأن نتنياهو طلب من عدد من زعماء العالم الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأجير إسرائيل غور الأردن، لكن الرئيس الفلسطيني رفض ذلك رفضا مطلقا. بحسب مراسلنا، فإن نتنياهو طلب عدة مرات خلال فترة حكم الرئيس باراك أوباما عام 2012 أن يستأجر الأراضي المحتلة في الأغوار لمدة 50 عاما، وطلب مرة أخرى عام 2015 استئجارها لمدة 30 عاما، تم رفض طلبه بشكل قاطع في كلتا المحاولتين. مستمرون بتقديم الثامنة صباحا، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. من جديد مرحبا بكم. أفاد مراسل الميادين في قطاع غزة باستهداف الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء عددا من المناطق في القطاع. الاعتداءات الإسرائيلية شملت محيط مطار غزة سابقا ونقاط رصد للمقاومة. هذه الاعتداءات تأتي بحسب الإعلام الإسرائيلي بعد اندلاع نحو 60 حريقا في الساعات 24 الماضية تسببت فيها بالونات حارقة آتية من غزة. كانت السلطات الإسرائيلية أغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري ومنعت إدخال مواد البناء في خطوة ستكون لها ارتدادات سياسية واقتصادية على القطاع. أحمد غانم. من جديد تعاود إسرائيل استغلال ورقة المعابر لتضييق الخناق على غزة، فبحجة إطلاق البالونات الحارقة تجاه الأراضي المحتلة أغلقت سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري حتى إشعار آخر، خطوة يرى فيها الفلسطينيون تعميقا للحصار الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه أمرا واقعا. الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يكسر إرادة شعبنا وأهلنا في قطاع غزة من خلال استمرار هذا الحصار ومثل هذه الإجراءات القمعية والتعسفية، وبالتالي المقاومة الفلسطينية لن تقبل أن يبقى هذا الحصار أمرا واقعا ويخلق 2 مليون فلسطيني في القطاع.
وعلاوة على إغلاق شريان غزة الاقتصادي، أعلنت إسرائيل وقف إدخال مواد البناء بشكل كامل ضمن سياسة عقاب جماعية تمارسها بحق سكان القطاع، سياسة تستهدف كما تؤكد الجهات المختصة عصب الاقتصاد المنهك بفعل الحصار، والذي يشكل قطاع مقاولات البناء محركه الرئيسي. هذه الأداة الجديدة من الابتزاز ومنع إدخال هذا المواد تعني القضاء الكامل على حياة هذا القطاع وتحويل عملية التشغيل في هذا القطاع إلى نسبة الصفر. الإمعان في إدخال مواد البناء والتي تساهم في الإنشاءات الاقتصادية ويعني بناء المصانع في بناء البيوت، هذا يؤثر بدرجة كبيرة جدا، أيضا يؤثر على العمال بحيث أنه يزيد من البطالة. مساعي إسرائيل لاستخدام ورقة الضغط الاقتصادي على غزة لتحقيق أهدافها السياسية في إخضاع المقاومة أثبتت فشلها الذريع، على سيما بعد أكثر من عقد من الحصار لم تقدم خلاله غزة أي تنازلات. محاولات إسرائيل المتواصلة لخنق القطاع قد تشعل فتيل مواجهة جديدة مع المقاومة التي أكدت أنها لن تسمح بابتزاز الفلسطينيين مقابل حقوقهم المشروعة. أحمد غانم، غزة، الميادين. تتواصل عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ المصري على مدى يومين وسط إجراءات احترازية للحد من ارتفاع إصابات فيروس كورونا. لجان الاقتراع فتحت أبوابها أمام المواطنين ولمدة يومين لاختيار أعضاء المجلس. خالد أبو عرب. إن إجراء الانتخابات في ظل هذا الوباء الذي يجتاح العالم يوجب علينا اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية. وسط قيود مفروضة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام المصريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ. استحقاق تقول الدولة المصرية إنه يسهم في إيجاد غرفة ثانية للتشريع ليضم تمثيلا كاملا للمجتمع المصري بمختلف توجهاته وأطيافه. مجلس الشورى فدوائره أكبر، دوائره تكون في العادة على مستوى المحافظات والمدن والأقاليم، وبالتالي لا ينظر للنقطة الخاصة بالناخب في الشارع بقدر ما ينظر بأهمية المشروع القومي الذي يبحثه. ويعد مجلس الشيوخ الغرفة العليا للبرلمان التي أعيد تشكيلها ضمن تعديلات دستورية العام الماضي، كما يعد جهة استشارية لا تتمتع بصلاحيات تشريعية، وبحسب محللين سياسيين سيسهم المجلس في سد العديد من الثغرات في الحياة السياسية المصرية. الدور الذي سيلعبه مجلس الشورى أو يفترض أن يلعبه هو مناقشة ومراجعة العديد من القوانين قبل ذهابها إلى مجلس النواب تحديدا، واقتراح الآراء والتعديلات. هذا الأمر شيء مهم جدا وسيساعد في تقليل نسبة الأخطاء التي تقع أو من جانب مجلس النواب، وشاهدناها في أكثر من قانون في الفترة الماضية. ووفقا للمادة 249 من الدستور المصري، تتضمن اختصاصات المجلس أن يؤخذ برأيه في مشاريع القوانين ومشاريع القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية في موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياساتها في الشؤون العربية أو الخارجية. بحسب مراقبين، يعد مجلس الشيوخ إثراء للحياة السياسية والعملية الديمقراطية في مصر، فضلا عن دوره المهم في السلطة التشريعية إلى جانب مجلس النواب لما له من اختصاصات تدعم المقومات الأساسية للمجتمع المصري. خالد أبو عرب، القاهرة، الميادين. أصدرت السلطات الجزائرية حكما بالحبس المؤقت على 3 مسؤولين سابقين بتهم الخيانة العظمى. وأمر قاضي التحقيق العسكري في البليدة بالمتابعة القضائية بحق بنويرة قرميط، مدير أمانة مكتب قائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح، والرائد درويش هشام، وقائد الدرك الوطني الأسبق بالجزائر القصير غالي، بتهم الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية بهدف تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية. اختارت جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية عضو مجلس الشيوخ كامالا هاريس نائبة له في حال فوزه في الانتخابات. رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أيدت ترشيح هاريس لمنصب نائب الرئيس، واعتبرت سجلها
منصفا في دعم سلطة القانون والعدالة، لكن وباتخاذ بايدن هذا القرار اعتبر ترامب أنه يسلم البلاد إلى العصابات المتطرفة مع وعود برفع الضرائب وخفض تمويل الشرطة وفتح الحدود كما جاء في تغريدة له على تويتر. أعرب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن دهشته لاختيار منافسه الديمقراطي جو بايدن السيناتورة كامالا هاريس مرشحة لمنصب نائبة الرئيس في حال فوزه في الانتخابات. ترامب إذن وصف هاريس باليسارية المتطرفة وبأنها العضو الأكثر فظاعة والأكثر لؤما وازدراء من بين أعضاء مجلس الشيوخ، وقال إن أداءها كان ضعيفا، وأضاف أن بايدن وهاريس مناسبان أحدهما للآخر لكنهما خيار خاطئ بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فرت زعيمة المعارضة في روسيا البيضاء سفيتلانا تيخانوسكايا إلى الخارج بعد إعلان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزه في الانتخابات بولاية جديدة. زعيمة المعارضة قالت إنها توجهت إلى ليتوانيا المجاورة حفاظا على سلامة أطفالها. لليلة الثالثة على التوالي اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين خرجوا إلى الشوارع متهمين الرئيس بتزوير نتائج الانتخابات. من تونس سلام لبيروت، عنوان حفل فني للتضامن مع لبنان تضمن أغاني لبنانية وتونسية ترمز إلى العلاقات التاريخية بين الشعبين. مراد الدلانسي. هو شكل آخر من أشكال التضامن التونسي والعربي عموما مع لبنان. هذه المرة جاء التضامن بلغة الفن والكلمة الصادقة، وغالبا ما كانت رسائل الفن خالدة وأقرب إلى القلوب. من تونس سلام لبيروت، هو سلام الأشقاء خلال الأوقات العصيبة، سلام مشحون بالتضامن وبالكلمة الصادقة صدح بها شعراء وفنانون تغنوا بلبنان وبأفراحه مع أمل بانتفاضته من تحت الركام. أرفع يدي إلى الله سبحانه وتعالى أنه يحمي هالبلد، يبعد عليه كل بلاء، ونقول لإخواننا اللبنانيين مصيبتكم مصيبتنا ونحن بدمنا معاكم وبروحنا وبكل ما نملك. أخي اللبناني والأردني والفلسطيني والعربي، جرح جرحي بصدق، جرح جرحي وفرح فرحي، إذا أنا كفنان ما حسيت بأخي اللبناني معناها على الدنيا السلام. الجميع غنى للصمود وللمقاومة وتغنى بلبنان وبجماله، ولا أن أخبر التاريخ بالمشترك الكثير بين قرطاج وسور، فالحاضر أنبأ بالكثير أيضا من خلال التضامن والتعاطف التونسيين تجاه لبنان. لبنان وتونس توأمان، علاقة تاريخية منذ أيام عليسة، منذ أيام عليسة تربطنا. يتشارك الدولتين العديد من القيم ومن المبادئ ومن الأفكار. صدى سلام تونس وصل إلى بيروت في رسالة سلام وشكر وتضامن بين عاصمتين وبلدين وشعبين، مفادها معك يا بيروت حتى تعودي كما كنت. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. إلى العناوين. ثلاثة شهداء من حرس الحدود العراقي بهجوم تركي، والرئاسة العراقية تدين، والخارجية تعلن إلغاء زيارة مرتقبة لأكار إلى بغداد. الأمن الإيراني يعلن إحباط عملية تجسس لمصلحة الموساد والسي آي إي ودول أوروبية تستهدف مشاريع نووية واقتصادية وبنى تحتية. نقاش سياسي في لبنان بشأن شكل الحكومة المقبلة. جهاز أمن الدولة يؤكد إبلاغ السلطات المختصة بخطورة المواد في مرفأ بيروت قبل انفجارها. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في قطاع غزة فجرا. التقى
تفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.